النهارده 20 رمضان بنقول لكل الساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم كل سنه وانتم طيبين. امبارح عملنا ايه؟ عملنا شوربه القرع بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها، عملنا التورلي امبارح كمان باللحمه، وعملنا كمان ايه يا عم حسن؟ عملنا قرع العسل بالبشاميل. تعالوا النهارده نعرف هنشوف هنعمل ايه. هنعمل شوربه عدس بجبه بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها، وهنعمل طاجن عكاوي، وهنعمل شويه رز حبه وحبه، وهنعمل قطايف بالقشطه والفستق. زي ما انت شايف كده قدامك تفاصيلك المنيو بتاعنا هون. قول بسم الله الرحمن الرحيم. بجيب العكوه من عند الجزار اللي انا بتعامل معاه، ونشوف العكوه كده يا عم ياسر عشان تشوف تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. العكوه بتاعتنا جيبها وما تكونش ايه طبعا فيها سمين، تكون حمراء بالشكل ده، ويقطعها لك هو على المنشار ويجبها لك. تعالى عشان نسويها لها مرحلتين، مرحله تسويه على النار ومرحله في الطاجن في الفرن. معلقتين سمنه بلدي يقدحوا عندي. بجيب العكوه بتاعتي وانا بشغل العكوه كده في نفس الوقت هشتغل على الشوربه بتاعتي كمان. عندي شوربه العدس بجبه، بجيب العدس ابو جبه، كوبايه عدس بجبه جميله اهو زي ما انت شايف كده قدامك، بشطفها بشطفها يا ياسر وانقعها لمده ربع ساعه، بنقعها لمده ربع ساعه، بنقعها كده اهو واسيبها في الميه لمده ربع ساعه قبل ما اعملها واصفيها. ارجع هنا للعكوه، السمنه قدحت، اطعمها بحبهان مستكه فلفل حصى وكمان ورق لورو وكمان يا حسن ايه بصلايه على اربعه يا تفاصيلك كده. اطعم السمنه بتاعتي البلدي، وتعالى جيب العكوه بتاعتي بقى اديها لتشك الصدمه بتاعتي. يا ام عمر صباح الفل يا ام عمر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا غاليه. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمه الله وبركاته يا ام عمر. اخبارك بخير؟ كله تمام وزي الفل يا ام عمر. انا بقدم تعازي لعمتي ام ايمه. الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها، وقلبي معاكم جميعا. واقول البقاء لله لكل اسرتها. البقاء لله يا فندم. تحت امرك يا ام عمر. ربنا الحمد لله في ايام كريمه افتكرها، ربنا يجعلها في ميزان حسناتها ان شاء الله. تعالى العكوه بتاعتي اديها صدمه في الماده الدهنيه اللي فيها الاعشاب بتاعتي العطريه، واقلب فيها كده تاخد للشوك بتاعي. فتفاصيلك كده كلها قدامك اهو يا عمي. واتبلها شويه ملح وشويه فلفل، وتاخد وتدي معايا عشان اعمل احلى طاجن عكاوي بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك. ارجع هنا اهو للعدس، العدس معلقتين زيت يقدحوا عندي، وهنا اعلق في نفس الوقت على الرز حبه وحبه، احط معلقه سمنه للرز تقدح عندي، وهنا الزيت يقدح عندي عشان ايه؟ الشوربه. ارجع هنا اهو تاني يا ياسر للتركه المهمه دي، الميه السخنه. اقفل المسام بتاعتي كويس قوي من كل حته عشان تبقى جوسي من جوه طريه. واجهز لها ميه سخنه بتغلي عشان اسويها فيها 50%، وبعد كده هعمل صوص مقصر في الحله الثانيه وابدا مع بعض نشوف التفاصيل. بعد ما خدت الصدمه دي كده بجيب لها ميه سخنه بتغلي يا ياسر. يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. وبعد كده يا عم حسن ابدا. تعالى بقى هنا ابدا احورها صح صح كده بتفاصيلك، واسيبها على النار لمده ساعه. هنا ارفعها على النار العاليه دي لمده ساعه. استاذه هيبه صباح البحر يا فندم. صباح النور يا شيخ حسن. كل سنه وانت طيبه يا هانم. انت طيب وبصحة وسلامة يا رب، وتسلم ايدك على كل اللي بتعمله. صباح الفل يا هانم. صباح النور يا شيخ حسن. كنت عايزة اسأل حضرتك على طريقة البيتفور القريبة بس بالجرام لو سمحت. هنعمل البيتفور عبارة عن ربع كيلو سكر بودرة، نص كيلو سمنة باردة بايتة في التلاجة لمدة ليلة أو زبدة صفراء، وتلات أرباع كيلو من الدقيق وذرة ملح. يبقى ربع كيلو سكر بودرة، أمال مش بالجرام ده ربع كيلو سكر بودرة، أمال ده بإيه؟ يبقى 250 جرام من السكر البودره عليهم 500 جرام
من السمنه الزبايته في الثلاجه لمده ليله او زبده، و750 جرام من الدقيق، وذره ملح 5 جرام ملح. عايزه تعملي البوتفور بالجرامات برضو، كيلو زبده نيوزيلندي اصفر، 350 جرام سكر ابيض، وعليهم ذره من الفانيليا، 8 ابيض بيض، وكيلو وربع من الدقيق، وعليه ذره من الملح. يبقى كيلو زبده نيوزيلندي، 350 جرام سكر بودره، عليه 8 ابيض بيض وذره فانيليا، وعليه كيلو وربع من الدقيق، وعليه ذره ملح. دي المقادير. عايزه تعملي بالشوكولاته، بتشيلي معلقتين من الدقيق للبتفور، وتحطي معلقتين من الكاكاو. ارجع هنا يا ياسر، زي ما انت شايف كده البصل عشان الشوربه بقى شفاف، وهنا حطيت سمنه، واحط نص كوبايه رز عشان ايه اعملها رز حبه وحبه. خطواتك كده كلها قدامك. ارجع هنا اهو للصوص بتاع طاجن العكاوي. العكاوي ساعه بتستوي على ما الصوص بتاعي يقعد. بحط معلقتين سمنه، بصلتين شرايح، خمس فصوص ثوم مكعبات كده ياسر. يبقى السمنه والبصل والثوم مع بعض، يا تفاصيله. وبعد كده بجيب سنتي زنجبيل طازه وابشره، وادي له سنتو زنجبيل طازه على البصل والثوم، واحورها كده كويس. والعكاوي هنا بتقول لك يا تفاصيلها. بص العكاوي بحركاتها بتكاتها قدامك اهو، وشربتها ولا في الاحلام. تاخد شربتها دي تستعمليها لوحدها بعد ما تستوي ونطجنها، تاخدي شربتها دي تقدميها برده ولا في الاحلام ساعه. وهنا عندي الرز حبه وحبه معلقه عليه كله تفاصيلك، وهنا شوربه العدس ابو جبه. عندي هنا زي ما انت شايف البصل بقى ابيض، ادي كوبايه العدس ابو جبه اللي انا نقعتها لمده ربع ساعه. يا جمالك انت. وادي هنا جزرايه متقطعه مكعبات صغيره، وادي بطاطسايه متقطعه مكعبات صغيره، وادي نص كوبايه لسان عصفور، وشويه من الثوم، وادي لها شويه ملح، وشويه فلفل، وشويه كمون، ومكعب مرق. واجيب لها الميه السخنه اللي بتغلي بتاعتي، يا جمالك يا نور. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته يا نور. صباح الفل يا نور. ازيك يا شيف حسن؟ ازيك يا حبيبتي الشيف حسن؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا نور. عاوز اعرف طريقة السمبوسة. هات سمبوسة جبنة ولا لحمة؟ ينفع احط فيها كبده؟ ينفع تحط كبده بس تشوحيها شويه. ماشي. تحت امرك يا حبيبتي. شويه الشوربه بقى عشان الونهم، بجيب لهم معلقه طماطم مبشوره عشان الونهم بس، مش اكتر من كده. عايزه تسيبيها بيضه تسيبيها بيضه. شويه الكمون مهمين جدا في الشوربه دي. وبعد التسويه شويه كزبره خضراء. اغطي عليها وهنا لحد ما تستوي. اما هنا عندي زي ما انت شايف كده قدامك الرز حبه وحبه. وارجع هنا للصوص بتاع العكاوي. حطيت ماده دهنيه، حطيت بصل، حطيت ثوم، حطيت زنجبيل. عندي ايه يا ياسر؟ فلفل الوان احمر، اصفر، اخضر، وعندي قرن فلفل حار مهم جدا. قرن فلفل حار بدون بذر، قرن فلفل حار بدون بذر. واروح جايبه بطاطستين اقطعهم شنك قطع كبيره كده عشان تستحمل السوى. ادي البطاطس عندك اهو، واحده واحده كده. واروح جايه مشوحه كل ده مع بعضه. واللحمه بتاعت العكاوي على النار لمده ساعه. ادي اللحمه هي يا ياسر بتقول لك يا تفاصيلها بتاع العكاوي.
العكوه، تعملي عكوه، تعملي اثنين زي ما انت عايزه. اهم حاجه تسويها الاول، بعد كده في الطاجن ساعه تاني عشان وانت بتشيلي العظم منها تبقى دايبه. تعالى هنا الرز حبه وحبه. استاذه دينا. ايوه يا شيخ، عامل ايه؟ صباح الفل يا هانم. عامل ايه؟ كله زي الفل بنفس حضرتك يا استاذه دينا. عم بنسلم عليك وبنسلم على حضرتك. صباح الفل يا غاليه، نهارك قشطه يا استاذه دينا. صباح الفل يا فندم. بعد ما حطيت البطاطس اجيب طماطمايه لحم بدون جلد وبدون بذر. طماطمايه لحم بدون جلد وبدون بذر. معلقه صلصه. مصفى يا حسن. ملح وفلفل وجوزة الطيب. ادي ملح وفلفل وجوزة الطيب. واحط لها مصفى. ثلاث كوبايات من عصير الطماطم. عشان تستوي عندي وتبقى زي الفل، وعجب لها كمان كوبايه من شوربه العكاوي. خد بالك من الصوص ده، سيبه يقصر. واجيب له كمان تقليبه هنا للرز حبه وحبه. يا عم محمد صباح الفل وكل البحيره. حبيبي يا شيخ الله. صباح الفل يا عم محمد يا غالي. الله ينور عليك على اللي بتعمله كله. نهارك قشطه يا عم محمد. احنا بنحب نصب عليك بس من البحيره من تال باروك. صباح الفل، احلى ناس من البحيره وتال باروك ولا حبايبنا كلهم. الله يبارك لك يا شيخ. صباح الفل يا عم محمد، نهارك قشطه يا حبيبي، كل سنه وانتم طيبين جميعا. شويه شوربه بقى من العكوه على الصوص ده عشان تبدا يتسبك صح الصح. يبقى هنا العكوه عندي داخله في السوى لمده ساعه، اغطي عليها لحد ما تستوي. هنا الصوص بطجنه اهو، قبل ما احطه في الطاجن بسبكه. كل تفاصيلك قدامك اهو يتسبك، تستعجليش عليه، غطي عليه. وارجع هنا اهو ابص على الرز بتاعي، انقل هنا الشوربه واجيب الرز هنا جنبي. حركي كده حاجتك. الرز بتاعي يبقى حبه وحبه، تفاصيلك اهو قدامك. اتبله شويه ملح، شويه فلفل، مكعب مرق لاكتمال عمليه التذوق، واحورهم كويس قوي مع بعض. احمص نص كوبايه الرز كويس قوي عشان شويه الرز دول اقدمه جنب طاجن العكاوي بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك. وبعد كده عم حسن ابص بصه على شوربه العدسه ابو جبه. طيب احلى كوبايه شوربه، بوله شوربه تشربيها بالعدسه ابو جبه مع مكعب البطاطس ومكعب الجزر ده، وما تنسيش ربع كوبايه من لسان العصفور. ارجع هنا اهو للرز حبه وحبه، بعد تبلته ملح وفلفل وخد اللون ده كده ياسر، بديله كوبايتين من الرز المصري واحوره عشان يبقى مفلفل، ياخد الحراره اللي موجوده في الرز اللي خد لون ده. تمام. واروح جايه مظبطه الدنيا كده يا عم ياسر، واحده واحده خطواتك كده كلها، واكون مجهزه له ميه سخنه بتغلي. وعشان الطاجن بتاعي بتاع طاجن العكاوي بعد ما تتسبك الصوص والعكاوي تستوي هطجنهم مع بعض، احطهم في طاجن واقفلهم الومنيوم فويل وادخلهم الفرن على درجه حراره 200 لمده ساعه تاني، عشان لما تيجي تشيل حته العكوه اللحمه تفصل عن العظم بتاعها وتستمتعي بيها، وفي نفس الوقت البطاطس والخضره مع الصوص تستمتعي بطعمها مع معلقه من الرز. عندي الميه سخنت عندي، اروح جايبه الميه بتاعتي. يا همسه صباح الفل يا عروستنا. ازيك؟ عامله انت؟ عامله انت؟ ازيك انت؟ الحمد لله. انا جبت حاجات انا جبت حاجات البتيفور والمستنيات تعملي. يوم الجمعه هنبدا الكعك، السبت الكعك، الحد البسكوت، الاثنين البتفور، الثلاث الغريبه، كل ده هنبدا معاك المهرجان من يوم الجمعه ان شاء الله اذا احيانا ربنا. وان شاء الله كل اللي انت عايزاه، ولو عايزه مقادير اقولها لك دلوقتي يا همس. ربنا يخليك. ان شاء الله انتظرينا من يوم الجمعه ان شاء الله اذا احيانا ربنا، هنعمل لك كل اللي انت عايزاه في الكيك في الكحك والبسكوت والبتفور والغريبه وكل شيء يخص العيد ان شاء الله يوم الجمعه الجايه يا همس. تحت امرك يا حبيبتي. زي ما انت شايف كده عم ياسر علقت على حله
بعد ما اديتها صدمه العكاوي وبهرتها، وبعد كده بدات ايه يا عم ياسر؟ بدات اعلق على الصوص، وعلقت على الرز حبه وحبه، وعلقت على شوربه ايه؟ شوربه العدس ابو جبه. بقول التريكات والحركات لا ناسها، انتظروني.